وعلينا أن نقضي على آخر إرهابي داخل حدودنا وخارجها وإن تنظيمات الإرهابية لن تستطيع أن تمنعنا من مسيرتنا نحو أهدافنا اليوم صباح اليوم تم التدخل الأمني للقضاء على إرهابيين اثنين حاولا أن نيل من أمن بلدنا وحاول انتهاك أمن مواطنين وبلدنا فشل في, في, في ذلك وسيفشل الإرهابيون دائما في أهدافهم